طيب، وعلى صعيد آخر يا حضرات، فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة اليد توج بلقب بطولة الجمهورية بعد ما تغلب على فريق سموحة في مباراة شهدت أداء قوي جدا ومميز جدا الحقيقة من جانب الفريقين، قدموا من خلالهم يعني طبعا أقصى ما عندهم، ويقدم خلالها الفريق عرض فني قوي جدا جدا جدا، وكان مسيطر تماما على مجريات اللعب ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 36-34. عقب نهاية المباراة تسلم الجهاز الفني واللاعبين كأس البطولة وميداليات المركز الأول، واحتفل الفريق بالكامل بهذا اللقب اللي تحقق طبعا بعد مسيرة مميزة جدا خلال هذه البطولة. أكيد الحصول على لقب ما بيكونش محض صدفة، وأكيد بيكون جه كتكليل لمجهودات كبيرة جدا في مشوار طويل وفي منافسات كتيرة. حابين ناخد فكرة ولو بسيطة عن هذا المشوار من خلال كابتن كريم أبو الخير وهو مدرب كرة اليد بالنادي الأهلي. كابتن كريم، صباح الفل على حضرتك وألف مبروك يا فندم. الله يبارك في حضرتك، وصباح الخير عليك يا كابتن كريم، وصباح الخير على أستاذ هواند، وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الفل على حضرتك الفل كابتن، صباح الخير. يعني باختصار كده، طبعا زي ما كنت بقول من شوية، أي لقب بيتحقق بيجي مش بسهولة وبيجي بعد مشوار طويل، فلو حضرتك فيك يعني تلخص لنا المشوار ده وأصعب المباريات وأصعب التحديات والعقبات اللي قابلتكم لغاية لما الحمد لله ربنا كرمكم وتوجتم بلقب بطولة الجمهورية. والله حضرتك يا أستاذ كريم، هو بطولة الدوري أو بطولة الجمهورية احنا بنلعب بطولة مكونة من 76 فريق، فطبعا 76 فريق ده احنا بنلعب عدد مباريات كتيرة جدا طبعًا. لحد ما بنوصل لأدوار النهائية أكيد، وبيبدا من اول ادوار ال 32 وال 16 للبطوله، بيبدا يعمل البطوله بنظام مجمعات، بتتلعب ثلاث ماتشات في ثلاث ايام متتاليه ورا بعض. يعني اكتر من الضغوطات اللي بيتعرضوا لها لعيبه الكوره كمان. لا ده الموضوع صعب جدا والله، يعني فعلا الاولاد تعبوا جدا ورجاله ويستاهلوا المكسب، وده اول دوري لينا في مرحله الناشئين، فالحمد لله لفريق 2008، فهم يستاهلوا كل خير الحقيقه. أنا بس يعني بعد إذن حضرتك، في ناس كتير تعبت عشان يعني البطولة دي تيجي، وأولهم من الأولاد أكيد بذل مجهود كبير جدا، كابتن عاصم حماد رئيس الجهاز، وكابتن محمد متولي مدير قطاع الناشئين، وزمايل المدربين الحقيقة كانوا بيساندوني، وكابتن عبد الله الإداري، وكابتن وائل الإداري، وكابتن ماجد مدرب حراس المرمى. الحقيقة في ناس كتير تعبت يعني عشان، ودكتور أسامة، في ناس كتير تعبت عشان الموضوع ده يعني يطلع حاجه كويسه تشرف النادي الاهلي، ويا رب دايما كده مكسب، ويا رب دايما من نجاح لنجاح. اللهم امين يا رب العالمين. وانتم الحقيقه من ناحيه ان انتم مشرفين النادي الاهلي، فانتم دايما الحقيقه مشرفين النادي الاهلي. احنا دايما بنتكلم على قطاع الناشئين في مختلف الرياضات المختلفه، احنا بنتكلم دايما على خط انتاج، معمل تفريخ انجاز التعبير، يعني لافراز مواهب جديده وابطال جدد، يعني يضموا الكثير من البطولات والكؤوس لدولاب بطولات النادي الاهلي. مليون مبروك يا فندم، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا لوجودك معانا.